ما معنى قوله تعالى وأحاطت به خطيئته؟ هذه الآية إنما هي في الكفار الذين ماتوا على الكفر، فالسيئة هنا هي الشرك، فهذا هو الذنب الذي يحيط بالعبد فلا يغفره الله تعالى، وما عداه من الذنوب فإن صاحبه تحت المشيئة. وأما من أشرك ومات على الشرك فهذا هو المستحق للنار خالدا مخلدا فيها أبدا. قال الشيخ السعدي رحمه الله، ثم ذكر الله حكما عاما لكل أحد يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم، وهو الحكم الذي لا حكم غيره، لا أمانهم ولا دعاويهم بصفة الهالكين والناجين. فقال بلى، أي ليس الأمر كما ذكرتم، فإنه قول لا حقيقة له، ولكن من كسب سيئة فهو نكر في سياق الشرط، فيعم الشرك فما دونه. والمراد به هنا الشرك بدليل قوله وأحاطت به خطيئته، أي أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيه فيما احتج به حجة عليه وانتهى. فإذا علمت هذا فإن المدمن من جملة العصاة وليس هو من المتوعدين بهذه الآية. ثم إن باب التوبة مفتوح أمام المشرك وأولى من دونه من أصحاب المعاصي، فلو تاب المشرك توبة النصوح وأسلم غفر الله ما كان له وما كان منه، كما قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف في سورة الأنعام.